السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج المؤرخ. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن شخصيه اسلاميه بتحول من قاطع طريق الى صحابي من احب الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم. فيلا بينا. مع بداية ظهور دعوة الإسلام، سمع راجل إن في نبي بعث في مكة بيدعو سرا إلى عبادة الله الواحد، فدخل مكة متنكر كأنه واحد مسافر محتاج بعض المساعدة وهيكمل طريقه تاني. وسمع من هنا كلمة ومن هنا كلمة لحد ما قابل سيدنا علي بن أبي طالب، وسيدنا علي عرف منه إنه بيدور على النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا علي أخده ووصله للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وكان ترتيبه في دخول الإسلام من رجال حوالي الخامس أو السادس، والراجل ده هو أبو ذر جندب ابن جنادة الغفاري، والمعروف بأبو ذر الغفاري. ولما النبي صلى الله عليه وسلم عرف منه انه من قبيله غفار استغرب جدا، لان معروف عن القبيله دي انها من اشهر قطاع الطرق. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ان الله يهدي من يشاء، وبعد ما اسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بما تأمرني، فسيدنا محمد قال له ارجع الى قومك حتى يبلغك امري، يعني لما تعرف ان الاسلام بدا يقوى وينتشر فساعتها تيجي. فرد ابو ذر وقال والذي نفسي بيده لا ارجع حتى اصرخ بالاسلام بين ظهورهم. وفعلا دخل الكعبه ونادى باعلى صوته وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ودي كانت اول صيحه للاسلام، واجتمعوا عليه الناس وضربوه. وعرف العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر قريش انتم تجار وطريقكم على غفار وهذا الرجل منها، فيحرض قومه عليكم فيقطعوا على قوافلكم الطريق. وأول ما سمعوا كده فسبوه، وتكرر الموضوع في الأيام اللي بعدها أكتر من مرة بس مع اختلاف الأحداث. وبعدها رجع لقومه، وهتمر الأيام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هيهاجر ويستقر في المدينة. وفي يوم هيتفاجئ المسلمين إن في أعداد كبيرة جدا جاي ناحية المدينة، ولو ما كانوش بيهتفوا بالله أكبر كانوا افتقروا جيش من المشركين جاي المدينة. ووصلت الناس وكانوا مكونين من قبيلتين، قبيلة أسلم وقبيلة غفار، جايين برجالهم وشبابهم ونسائهم وأطفالهم مسلمين، كان على رأسهم سيدنا أبو ذر الغفاري، وكل الناس دي أسلمت على إيده. وهنا دهشة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتزيد. من كم سنة كانت القبيلة من عمالقة السطو والسرقة، والنهاردة كلهم جايين مسلمين. فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يهدي من يشاء. واستقر أبو ذر في المدينة مع المسلمين. وفي مرة كان نايم في المسجد وخبط فيه سيدنا بلال من غير ما يقصد، فقال له يا ابن السوداء. فاشتكى سيدنا بلال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فسيدنا محمد رد وقال لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. فسيدنا أبو ذر هدع خده على الأرض وهيقول طأ خدي بقدمك حتى تكون قد عفوت عني. فسيدنا بلال هيرد عليه وهيقول له قد عفوت عنك. وسيدنا ابو ذر هيجتهد جدا في اسلامه. وفي يوم غزوه تبوك جمع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين للحرب، وبدا في التحرك بس ابو ذر اتاخر عنهم، فاخذ الدبه بتاعته وبدا في اللحاق بالمسلمين، ولكن الدبه بتاعته ما كانتش قادره تمشي، فنزل واخذ الحاجات بتاعته على ظهره وكمل في طريقه. والمسلمين قعدوا في مكان للراحه وشافوا راجل جاي من بعيد، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال من تظنون؟ فكل واحد من الصحابه فضل يقول على اسمه. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال كن أبا ذر، ولما قرب قالوا إنه هو والله أبو ذر. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وشارك في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكمان فتوحات الشام، وكان عايش حياة زاهدة جدا بعيد كل البعد عن حب الدنيا. وبعد موت سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وفي فترة سيدنا عثمان كانت الدولة الإسلامية بتكبر وتزداد غنى، فكان بينتقد الوالي اللي معاه فلوس كتير، وكان بيحاول يصلح ويدعو للنظر للآخرة وعدم حب الدنيا. وسيدنا علي قال في حقه لم يبقى أحد لا يبالي في الله لوم تلائم غير أبي ذر، وخبط على صدره قال حتى أنا. وبعدها رجع المدينة بطلب من سيدنا عثمان، وبعدها انتقل للعيش في مدينة الرابذة، والمكان ده في شرق المدينة المنورة بيبعد عنها بحوالي 170 كيلومتر. وقبل موته طلب من زوجته أنه يغسل ويكفن ويتحط جنب الطريق. استغربت زوجته جدا فرد عليها وقال لقد كنت ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض من أصحابه، فقال لا يموتن رجل منكم بفلات من الأرض وتشهده عصابة من المؤمنين، يعني هتشوف جماعة من المؤمنين. وقال لها كل من كان معي في ذلك مات في جماعة أو مدينة، لم يبقى أحد غيري. وتوفى رحمه الله وزوجته وعملت زي ما طلب بالظبط. فهيعدي سيدنا عبد الله بن مسعود هو وجماعة من المؤمنين، هيلاقي امرأة بتجلس وجنبها راجل مكفن، فينزل سيدنا عبد الله علشان المساعدة، وأول ما يشوف وجهه هيلاقيه أبو ذر، فيبكي وهيقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال
رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وتوفى رحمه الله في شهر ذي الحجة سنة 32 هجرية بعد ما روى 281 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل على إيده الآلاف من قومه في الإسلام، فرضي الله عنه وعن الصحابة جميعا. وفي النهاية ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو وتشارك في القناة، ولو حابب نتكلم عن حد معين في الحلقات اللي جاية ياريت تشاركنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.